السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوتي العزيز خواتاتي على القناة، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله تكملة سلسلة تركيبات الباجي الأسترالي الرامبو. إخواني الكرام، بعد الفيديو الأخير اللي كنا تكلمنا فيه على اليالوفيس، اليوم إن شاء الله راحين نشرحوا تركيبة الجولدن فيس بأنواعها. إخواني الكرام، شكرا جزيلا على الدعم المتواصل الإخوة والأخوات على القناة، ربي يحفظكم إن شاء الله. رانا نعرفوا بهذه التركيبة، إن شاء الله تكون في ميزان حسناتنا إن شاء الله. دعوتكم لنا بالنجاح ولكم إن شاء الله بالتوفيق. راح نحاولوا يعني نشرحوها بأبسط الأمور كما كنا تكلمنا في الفيديو اللي فات، باش توصل المعلومة لجميع إخواني وأخواتي اللي معولين إن شاء الله يركبوا هذه التركيبة الجميلة اللي هي ملك الأسترالي الرامبو. إخواني الكرام، بعد الرامبو إن شاء الله راح ندخلوا في أيضا طفرة البلاك وينج. إخواني الكرام، ومن المزرعة دائما إن شاء الله راح نتشوفوا الأجمل هذا العام إن شاء الله. التطويرات اللي وصلنا لها بفضل من الله عز وجل، الدعم إخواني الكرام، القناة قناتكم لتصلكم المعلومة في الجزائر يعني بطريقة سهلة جدا وبعفوية أيضا. إخواني، تحية كبيرة لجميع المربيين ليزيليفير تاع الطيور والأسماك أيضا. إخواني الكرام، نعود نشرحه بعجالة وش رانا نديرو. رانا نخدمه في تركيبة الرامبو ورانا نشرحه فيها. نعود نذكره إخواني الكرام، يتكون الرامبو طائر الباجي الرامبو من أربع تركيبات. التركيبة الأولى وهي اليالوفيس بأنواعه، وكنا شرحنا جميع أنواعه. أيضا الجولدن فيس، ومعلومة خفيفة خوتي لإنتاج طائر رامبو قياسي، العمل على الجولدن أحسن من اليالو، وراح ندخل إن شاء الله في هذه المواضيع في المستقبل بإذن الله. نعالي نبدأ ونركبه في هذه التركيبة الجميلة. إذا خوتي، يتكون باجي الرامبو من أربع تركيبات، واللي هي اليالو فيس أو الجولدن فيس، الأوبلاين، الكلير وينج أو الجراي وينج أو الفول بادي، وآخر تركيبة اللي هي تركيبة اللون الأزرق، درجة من درجات اللون الأزرق اللي هي البلو سكاي أو الموف أو الكوبالت أو الفايلوت. أربع تركيبات في الأزرق إخواني الكرام تنجم تنتج بها طائر الرامبو. خوتي العزيز، اليوم إن شاء الله راحين نشرحوا، راح نخرجوا من المزرعة الجولدن فيس بأنواعه وكيف ينقسم وما هي النوع الجيد للرامبو. راح نتكلموا عليه إخواني الكرام صورة وصوت إن شاء الله إخواني في الجزائر وخارج الجزائر. مرحبا بإخواني في تونس، في المغرب، في ليبيا، سوريا، العراق، مصر، السعودية، البحرين، يعني جميع إخواني المربيين عبر أنحاء العالم في أوروبا أيضا. تحية كبيرة لخوتنا، شكرا على الدعم المتواصل الفيديو اللي فات. دعوة خير منكم تكفينا إخواني الكرام، بلاك نقدروا نوصلوا معلومة للمربيين اللي راح تفتح لهم باب تاع خير إن شاء الله. خوتي العزيز، بلا ما نطول عليكم بزاف، نروحوا للمزرعة ونخرجوا الجولدن فيس ونتكلموا عليه إن شاء الله. الدعم لهذا الفيديو خوتي والقادم أجمل. أم جينيا مات خوتي، إن شاء الله راحين نركبوا فيهم هذا الطائر الجميل بعد ما نشرحوا جميع التركيبات، وبعد ما الناس يعني والإخوة والأخوات الكرام يكون عندهم معلومات كافية لتركيب هذا الطائر الجميل. خوتي العزيز، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. رانا في العشر الأواخر، ربي إن شاء الله يتقبل منا وينعد علينا بالصحة والستر والهنا العام الجاي إن شاء الله. كل يوم جديد، الدعم تاعكم هو اللي خلينا نواصلوا إن شاء الله الفيديوهات. أبقوا معنا، والاشتراك والدعم، وشكرا جزيلا لكم إخواني الأفاضل. بلا ما نطول عليكم، نلفوا الكاميرا تاعنا وندخلوا إلى المزرعة لإخراج طفرة تركيبة الجولدن فيس إخواني، وسنشرحها بالتفصيل إن شاء الله.
بون بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أخرجنا العينة من المزرعة جولدن فيس دوبل فاكتور والجولدن فيس سينجل فاكتور. إخواني الكرام، كملنا مع اليالو فيس والآن دخلنا في الجولدن فيس. الجولدن فيس ينقسم إلى قسمين، سينجل فاكتور والدبل فاكتور. كما راكم تشاهدوا معنا في الصورة بسم الله ما شاء الله، هنا كاين نوعان كما راكم تشاهدوا. هاوليكم هذا اللي منا الجولدن فيس دبل فاكتور، واللي ملهيها جاي لونه تقريبا اخضر او اصفر، هذاك جولدن فيس سينجل فاكتور. حين جبتوا الجولدن فيس الدبل فاكتور هو الاولاني باش نتكلموا عليه، ومن بعد نروحوا للسينجل فاكتور. نهبطوا الزوم باش يبان لنا مليح ان شاء الله. هكذا هي، بسم الله على بركة الله. إذا خوتي العزيز، هذا جولدن فيس دبل فاكتور. باش يمتاز الدبل فاكتور إخواني الكرام، كما راكم تشاهدوا معنا في الصورة، والصورة راهي جد واضحة. هذا رامبو خوتي، بسم الله ما شاء الله. إخواني الكرام، جولدن فيس الدبل فاكتور تلقاو الوجه تاعو أصفر ذهبي كما راكم تشاهدوا هنايا. شو نشعلو الفلاش بالك يبان خير. كما راكم تشاهدوا بسم الله ما شاء الله، هذا خوتي جولدن فيس دبل فاكتور. شوفوا خوتي مليح، تبعوا معايا مليح. الدبل فاكتور خوتي يكون الراس تاعو ذهبي كما راكم تشاهدوا، غامق ذهبي غامق، وبعض من الجسم يكون فيه اللون الاصفر الا كان الجولدن غامق. معناتها لكن كما نقولوا احنا قوه في الجولدن، يكون بعض الصدر تاعو هنايا فيه شويه يهبط الجولدن شويه على خوتي، قلنا يهبط الجولدن شويه على الجسم، بصح ما يغيرش لون الجسم بالكامل، راح يغيروا شويه برك كما راكم تشوفوا. هاي الفايلوت هاو يبان ما شاء الله، الاجنحه ماشي مغيره كما راكم تشوفوا. يتمركز اللون تاع الجولدن الدبل فاكتور في الوجه والراس، ولا كان الجولدن اقوى شويه راح يهبط شويه على الجسم كما راكم تشوفوا، وراح تكون يعني نسبه قليله، هذا نظرا لقوه الالوان بسم الله ما شاء الله. هذا هو الجولدن فيس الدبل فاكتور. هاوليكم خوتي بسم الله ما شاء الله. اما الجولدن فيس السنجل فاكتور فراحين نشاهدوه اخواني الكرام. نرجعوا الدبل فاكتور بسم الله اروح. اما هذا اخواني الكرام فهذا جولدن فيس سينجل فاكتور، الاخر دبل فاكتور كما راكم تشاهدوا فيه، وهذا السينجل فاكتور. شوفوا اخواني الكرام، السينجل فاكتور يكون لون الراس ذهبي كما راكم تشاهدوا بسم الله ما شاء الله، لون الراس يكون ذهبي، ولكن يهبط على الازرق فيغيره الى اللون الاخضر بالكامل. هذا هو السينجل فاكتور اخواني الكرام. حتى في الاجنحه خاوتي شوفوا الصفوريه، حتى في الجسم كامل يكون اصفر، وكي تقلبوا الصدر تاعو ايضا يكون باللون الاصفر ويتغير تماما اخواني الكرام. هذا هو الجولدن فيس السينجل فاكتور اخواني الكرام. وفي تركيبة الرامبو خوتي العزيز، هذا الجولدن فيس الدبل فاكتور احسن من السينجل فاكتور، لان هذا يعطيك الوان واضحة جدا في طائر الرامبو. اذا خوتي
هذه هي المعلومة حول الجولدن فيس الدبل فاكتور اللي راهو هنا في القفص اللي راكم تشاهدوا فيه، اللون متمركز في الرأس و يهبط شوية برك على الصدر أو تلقاوه في آخر الرامب من تحت يعني في الزعكة دياله. أما السينجل فاكتور فيهبط اللون الأصفر الذهبي الجولدن، اللون الذهبي يهبط على كامل الجسم ويغير اللون ويصبح الطائر باللون تقريبا اللون الأخضر أو الزيتوني. إخواني الكرام، هكذا هي تركيبة الجولدن سينجل فاكتور والدبل فاكتور. إخواني، واللي ما فهمش حاجة يترك لنا ميساج راح نحاولوا نفهموه بإذن الله. راح نطلع شوية الزوم باش تشاهدوا يعني الألوان. إخواني الكرام، الآن إخواني الكرام، إذا زوجنا الجولدن فيس دبل فاكتور مع طائر الوايت فيس وجه أبيض، الناتج راح يكون 100% طيور جولدن فيس سينجل فاكتور. أما إذا زوجنا الجولدن فيس الدبل فاكتور مع الجولدن فيس الدبل فاكتور، يعني إذا زوجنا هذا الجولدن فيس هذا الدبل فاكتور مع الدبل فاكتور، الناتج 100% طيور جولدن فيس دبل فاكتور. إخواني الكرام، أما الجولدن فيس الدبل فاكتور مع الوايت فيس وجه أبيض، الناتج 100% طيور جولدن فيس سينجل فاكتور. هكذا إخواني. والآن الجولدن فيس سينجل فاكتور اللي هو اللي راهو ملهيه، الجولدن فيس سينجل فاكتور إذا زوجناه مع الوايت فيس 50% من الطيور جولدن فيس سينجل فاكتور، و 50% من الطيور الثانية وايت فيس وجه أبيض. هذا إخواني. أما إذا زوجنا السينجل فاكتور مع السينجل فاكتور، الناتج تاعهم راح يكون 50% طيور جولدن فيس سينجل فاكتور. هكذا إخواني، راح يكون طيور جولدن فيس سينجل فاكتور، و 25% طيور جولدن فيس دبل فاكتور. أما ويكون الناتج 25% من طيور الوايت فيس. إخواني الكرام، أما إذا زوجنا الجولدن فيس السينجل فاكتور مع الدبل فيس جولدن أو الجولدن فيس دبل فاكتور مع الجولدن فيس السينجل فاكتور، معناته إذا زوجنا هذو الاثنين الدبل فاكتور والجولدن فاكتور، في الناتج تاعهم راح يعطينا 50% من طيور الجولدن فيس سينجل فاكتور و 50% من طيور الجولدن فيس الدبل فاكتور. هكذا اخوتي، ان شاء الله يكون يعني الفيديو تاعنا مفهوم. اللي ما فهمش اي حاجه اخوتي راح يتركها في صندوق الوصف، راح ان شاء الله بحول الله نجاوبكم عليها. الان رانا يعني في شرح التركيبات، على بالي بلي شويه معقده، لازم تعاود الفيديو الا ما فهمتش تعاودو مليح الفيديو باش تفهم مليح. اخواني الكرام، لانه التركيبات الا ما فهمتهاش مليح ماكش راح تقدر تخرج طائر الرامبو القياسي. اخواني الكرام، هكذا اخوتي، هذه هي اخوتي. ان شاء الله يكون التفاعل، شرحنا الجولدن فيس سينجل فاكتور والجولدن فيس الدبل فاكتور، وان شاء الله في المره القادمه راحين بحول الله نصوتيو الى التركيبه الثانيه اللي هي تركيبه الاوبلاين باذن الله. ومن بعد الاوبلاين نروحوا للكلير وينج والقراي وينج والفول بادي، ومن بعد كي تروحوا لاخر تركيبه اللي هي تركيبه الازرق اللي هي الموف او البلو سكاي او الفايلوت او الكوبالت. اخواني الكرام، ونشرحوهم باذن الله واحده بواحده، هكذا باش يتسنى اخوانينا تركيبه تركيب هذا الطائر الجميل اللي هو الرامبو
بتركيبة قياسية بإذن الله. إخواني الكرام، راكم تشاهدوا ما شاء الله التركيبة يعني تاع الجولدن فيس أجمل بكثير من الوايت فيس بالنسبة للناس اللي تحب تخدم رينبو قياسي. إخواني الكرام، نعود بعجالة إن شاء الله. الجولدن فيس دوبل فاكتور، إذا زوجناه مع طائر الوايت فيس وجه أبيض، الناتج 100% طيور جولدن فيس سينجل فاكتور. الجولدن فيس دوبل فاكتور، إذا زوجناه مع جولدن فيس دوبل فاكتور، فالناتج راح يكون 100% طيور جولدن فيس دوبل فاكتور. الجولدن فيس سينجل فاكتور، إذا زوجناه مع الوايت فيس 50% راح تكون طيور جولدن فيس سينجل فاكتور، و 50% طيور وايت فيس وجه أبيض. السينجل فاكتور، في السينجل فاكتور خوتي الناتج 50% طيور جولدن فيس سينجل فاكتور، و 25% طيور جولدن فيس دبل فاكتور، و 25% طيور وايت فيس وجه أبيض. طائر الجولدن فيس سينجل فاكتور، إذا زوجناه مع الدبل فاكتور جولدن فيس دبل فاكتور، فالناتج راح يكون 50% طيور جولدن فيس سينجل فاكتور، و 50% طيور جولدن فيس دبل فاكتور. هكذا خوتي ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح التركيبة تاع الجولدن فيس. اخواني الكرام، رمضانكم مبروك، دعوتكم لنا اخواني الكرام، فدعوة الغريب مستجابة. إخواني إن شاء الله تكونوا كامل ناجحين في الهواية، وإن شاء الله نرتقيوا بهذه الهواية يعني كما نقولوا إحنا إلى مستويات عالية جدا بإذن الله، نفس بها حتى الأوروبية بإذن الله. على هلالة إحنا شوية هنا في الجزائر الهضرة على التركيبات والجينات وقع شوية ناقصة في علم الوراثة للطيور خوتي. احنا رانا نحاولوا يعني بكل يعني واش نقدروا باش نشرحوا علم الوراثه للطيور. اخواني الكرام، مشي اللي تعلمناه واللي قدرنا ربي وتعلمناه. ربي سبحانه في القران يقول لك خيركم من تعلم حرفا وعلمه. اخواني الكرام، ما تبخلش بالمعلومه، معليش الهواية ترتقي بإذن الله. الناس اللي تعرف تربي طيور جميلة بأثمان غالية، كاين ناس بزاف تعشق في يعني في في الكلاس كما احنا نقولوا، في الحاجة الكلاس يعني في الحاجة كما نقولوا احنا الحاجة الجميلة. الناس بزاف تحب تكسب حاجة قوة، ما تحبش تمشي غير طائر باجي وخلاص، طائر باجي ربي طائر باجي وصايي. لا لا، ماذا بينا ان شاء الله الناس تفهم التركيبات، تفهم الهواية مليح، وتولي تعرف وش راك تربي، تعرف وش راك تربي، وتعرف وش راك تشري، وتعرف وش راك تكسب. هذه هي الهواية خوتي، الهواية جميلة جدا. قد ما ترتقي فيها، قد ما تلحق المستويات جميلة وغالية الثمن. اخواني الكرام، الرامبو يبدأ يعني بعد ان شاء الله نديرو دي فيديو في المستقبل على الأثمنة تاع الرامبو. منين تبدا من 800,000، كاين تاع مليون، كاين تاع مليون و 800، كاين تلحق الكوبلا حتى للربع ملايين ونص خوتي في الكوبالت فايلوت. اخواني الكرام، ويكون ستاندر والالوان قياسيه. اخواني الكرام، تلحق الكوبلا حتى للربع ملايين، معناتها الفرد الواحد بزوج ملايين. الى بار اكزومبل تخدم في الهوايه و كيما نقولوا قدرت توصل لهذوك المستويات، راح تحقق ارباح خياليه وراح تعاونك بزاف. احنا ماذا بينا ان شاء الله نفتحوا بيت تاعك شو واحد، ولا نعاونوك شو واحد. نتمنوا من الاخوان ان شاء الله الدعم لهذا الفيديو. اخواني الكرام، الدعم تاعكم بكم نستمر، وبيكم القناة تستمر وتكبر بإذن الله. احنا نديرو هذا الشيء كما قلنا في الفيديوهات السابقة، لوجه الله سبحانه وتعالى. نريد منكم فقط الدعاء ويعني والتشجيع. وإخواني الكرام، ما تترددوش، وشكرا.